تحتفي مملكة البحرين اليوم الموافق الخامس عشر من شهر أكتوبر من كل عام بيوم المهندس البحريني. الاحتفاء بالمهندس البحريني يشكل مناسبة مهمة لتسليط الضوء على الكفاءات البحرينية المتخصصة في مختلف المجالات الهندسية وإبراز دورهم المهم في تطوير مختلف المشاريع وتهيئة البنية التحتية الملائمة لرفض أهداف المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين. أثبت جدارته في عملية البناء والتطوير، هكذا يوصف المهندس البحريني الذي خصص له وطنه يوم الخامس عشر من أكتوبر من كل عام يوماً للاحتفاء به، تقديراً للدور الكبير الذي يؤديه المهندس في شتى التخصصات، واستحضاراً لعطاءاتهم الجليلة وجهودهم الملهمة والمتميزة في سبيل الارتقاء بالواجهة الحضارية لمملكة البحرين وتطوير آفاقها الصناعية والتنموية والعمرانية والحضارية وتحقيقهم للإنجازات في مختلف التخصصات الهندسية محلياً وعالمياً. وتمكن قطاع الهندسة في البلاد عبر مسيرته الحافلة وبفكر وبأيدي مهندسيه من تطوير مختلف القطاعات في المملكة ودعمهم للحركة التنموية الاقتصادية وتهيئة البنية التحتية الملائمة لأجل مستقبل صناعي وتكنولوجي متقدم ومستدام. فتمكن المهندس من تنفيذ عدة مشاريع مهمة وتقديم مختلف الخدمات الإنشائية والتقنية والفنية ضمن أعلى المواصفات العالمية، محققين الأهداف الاستراتيجية الأساسية للعملية التنموية. وحظيت مملكة البحرين بتاريخ عريق في صناعة المهندسين الذين آثروا المشهد التنموي ليس في مملكة البحرين بل في المنطقة كذلك، إلى جانب احتضان ودعم مشاريع المهندسين البحرينيين وتشجيع مساهماتهم في مختلف القطاعات، إيمانا منها بأهمية الاستثمار في العنصر البشري وتهيئته تعليميا وتدريبيا. إن مملكة البحرين كانت وما زالت تفتخر بعطاءات وإنجازات مهندسيها الذين تعلموا فنجحوا في تشكيل ملامح المملكة التي تحتضن في ذاكرتها الصور العمرانية بسواعد أبنائها.